الكوره هيبقى اسمها اهلي. الاهلي هو اصبح المرادف للابطال، للنجاح، للنجاحات، للبطولات، للكؤوس، للتتويجات. اسال على الاهلي وبطولاته، الاسم اللي مشرف مصر. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، ما بنزهقش من كلمه مبروك ابدا، ما بنزهقش بنقول عايزين بطولات كمان وكمان وكمان. يا عم ده النادي الاهلي، الاهلي بعظمته، الاهلي بجمهوره، الاهلي بلاعبته، الاهلي بإدارته، الاهلي بنجومه، الاهلي بمحبيه، الاهلي بروحه، الاهلي بعزيمته، الاهلي بإصراره، الاهلي بتتويجه. 27 بطولة قارية للنادي الاهلي، الوصول الى نصف نهائي بطولة الانتر كونتيننتال اللي اول مرة بتتلعب، الاهلي بيفوز على زعيم اسيا وبطل اسيا العين الاماراتي 3-0. فاضل ايه؟ فاضل كتير. لسه ايه؟ لسه كتير. عايزين ايه؟ عايزين كتير. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي لما يكون عنده روح، هو ده الاهلي لما يكون عنده اصرار، هو ده الاهلي لما يكون عنده كفاح.